مرحبا، يعطيكم العافية والسلام بالجميع. اليوم بدي أورجيكم مكان في حلقتنا 15 في الطريق إلى بانف، اللي هي مدينة اسمها موس جو. خلينا نفهم شو معنى اسم المدينة. أول، موس هو حيوان يعتبر من أكبر حيوانات فصيلة الغزال، حجمه يعني يمكن بحجم الجمل، هيك حجمه كبير كتير، له قرون، والكنديين بيفتخروا انه هو احد الحيوانات البرية الموجودة في كندا. هو بري طبعا، بوكلوه احيانا، ولحمه هيك طبعا زي لحمة الغزال تقريبا نفس الشيء. المدينة اللي وراء اسمها موس جو، يعني فك هذا الحيوان الموس. طبعا هاي المدينة تعتبر رابع اكبر مدينة في ساسكاتشوان. بس ليش وقفنا فيها؟ هلا بحكي لكم. عدد سكانها مش كبير، يمكن 35,000 نسمة، بس هي تعتبر من أهم المدن الموجودة في ساسكاتشوان بالنسبة للطيران. ليش؟ لأنه فيها قاعدة تدريب عسكرية لحلف الناتو للطيران، وفيها للكنديين اللي بيعرفوا سنو بيردز. السنو بيردز هدول جزء من الطيران الكندي، بتدربوهم هون على الحركات البهلوانية في الجو. فهدول اللي بيعملوا العروض البهلوانية في الطيارات، بتكون لونها أحمر هيك حلوة كتير، بسموهم سنو بيرد. هون سنو بيردز، هون القاعدة تبعتهم الأصلية. طبعا هذا المكان يعني من أهميته زاروا كتير ناس، منهم الملكة إليزابيث والملكة إليزابيث السكند والكينج ألبرت تبع بريطانيا، يعني زاروها في ناس كتير من المهمين. بس أهم شيء هي موضوعها إنه الرويال كنيديان إير فورسز عندهم ترينينج سنترز، وكان اسمه حتى اسمه ذا بريتش كومنولث إير ترينينج سنترز، وشاركوا في الحرب العالمية الثانية فيه، وكان لهم دور كبير في الحرب الباردة اللي صارت مع الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وطبعا كانوا هي مركز للترينينج تبع الميليتري. هلأ الرويال كنيديان اير فورسز لهم مكان هون بسموه I think 15 وينج موس جو، فهدول بيعتبروا يعني بيت الاير فورسز الكندي. زي ما حكيت يعني هذا المكان يمكن ما يكون مكان زيارة كتير لناس، بس الاتراكشن الاساسي اللي هو طبعا موضوع السنوبورد. في مونسيبال سبا، زي حمامات ساخنة موجودة في هاي المدينة، وهذه تعتبر أحد أهم الأماكن اللي بيزوروها الناس. حبيت بس أورجيكم شوية. طبعا مدينة صغيرة مش كبيرة، بس تعتبر يعني من المدن سوري قطع الانترنت، تعتبر من المدن المهمة بالنسبة لساسكاتشوان. وسريعا حبينا نورجيكم عن هاي المدينة. تابعونا، اعملوا سبسكرايب وشير، واقرعوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد في طريقنا إلى بانف على كنار تي في، صوت العرب من كندا. إن شاء الله تكونوا مستمتعين بهذه المعلومات اللي بنعطيكم إياها أول بأول، وتكونوا راضين عنا، ويعطيكم ألف 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 عافية. نراكم في المحطة القادمة إلى بانف.